ده مريم. الخسوف. ميرسي يا ابراهيم. انا قلت لازم يبقى قدام حضرتك. الله يخليك ميرسي. يا سلام على الخرشوف واللي قرر يعمل الخرشوف. ميرسي يا ياسمين، دي مفاجأة جميلة. كيف عرفت ان ياسمين عملت المفاجأة؟ والله كلكم منوريني النهارده. اتأخرتي قوي يا مريومة، كنا هنموت من الجوع. طب اعمل ايه؟ السواق ماشي على قشر بيه. وبصراحة بقى انا قررت اتعلم السواقة. هو اخدت ميعاد في مدرسة السواقة. مش بتاكل ايه؟ اغرف لك ايه طبعا؟ ممكن خرشوف. اتفضل. دولي ممكن خرشوف؟ انه ياكل الخرشوف. مين ده؟ ما حدا. ما حدا؟ مين؟ انت خاسه شويه. شويه. احلى هيك. لا مش احلى. دي بنتي انا مش بنتك انت. ما تيأسش بقى من رحمة ربنا. تعالي وارحمني يا امي. انا لسه هستناك تقول لي الكلام ده. انا بدعي لك على طول يا حبيبي. مفيش حاجة يعني؟ لا طبعا فيه. انت شكلك متضايق جدا. تقريبا ما بصيتليش. عادي والله مفيش. رانيا قولي بقى، ما تقلقنيش اكتر من كده. بعدين يا عاصم ما تقلقش، دي حاجة بسيطة. سيبني بقى ادخل دلوقتي وحياتك لحسن انا مش ناقصة. طب ايه رأيك بقى ان انا مش هروح غير لما اشوفك؟ ازاي يعني ومراتك معاك؟ مالكيش دعوة، هشوفك انا هشوفك. لبنان عملت ايه فيكي عشان ترجع لنا مانيكين كده؟ خلي بالك يا مريم، دي شهادة جامدة قوي. ها مش من أي حد. طبعا أكيد مش من أي حد. ميرسي. بس ما تهربيش من السؤال، لبنان عملت فيكي ايه؟ بصي الحقيقة لبنان ما عملتش فيا حاجة، أنا اللي عملت فيها. طب دوق الخرشوف هيعجبك برضه. مفيش فايدة. لازم تكون هي اللي عملت فيه. الله يعمل. الاكل طعم قوي والله. ما فارق عن اكل المدام. لا مش لدرجه مش فارق عن اكل المدام. صح يا ابراهيم. بس والله عندهم حق يا بنت امان، الاكل الواحد حاسس انه ياكل صابه وراه. يا سلام، ده رايح يحشد كم هو. هي ايمان بس اللي طبخه؟ لا يا ام حنان، ده امر مفروغ منه. اما انت اللي معلمه المدام، اللي معلمه ايمان يا معلم الكل. ليلتك فل يا حبيبي. لسانك بينقط سكر. تيجي تاكلي معانا يا راني؟ لا والله يا ايمان ماليش نفس. خد الشباب المحشي ده حلو قوي. لا لا هطلع بره ليكون الناس عايزين حاجه. خلصت اكل؟ الحمد لله تحفه. يا اللي مشرفيني ورافعين راسي بجد. اقعدي يا ايمان، تحفه الاكل. اكلت يا رانيا ولا تاكل معانا؟ اصلها بتقول مش عايزه. لا اقعدي لحسن هتندمي، الاكل تحفه. ابراهيم. اموري حضرتك. عايزه اديلك اسم مجلتين تجيبهم لي مع الجرايد كل يوم. حاضر. اوكي حاضر. ايه اجازتك بكره؟ لا لا ما انا ما كنتش ناوي اخد اجازه، كنت هاجي ان شاء الله. يعني ايه بقى؟ انت وعدت خطيبتك انك انت هتفسحها بكره. طيب خليها بعد بكره وسلم لي على عروستك. يوصل حضرتك. رانيا؟ رانيا؟ رانيا اللي بتشتغل عند امي في المحل؟ يا ياسمين. طب عرفتي منين؟ طلعت اكتر رقم بيتصل بيه من الفاتوره المفصله اللي بتجيلنا على البيت، وطلبت من لبنى بنت خالتي انها تعرف لي اسم صاحب الرقم. طلع اسمها رانيا، وبشويه تصرفات غبيه ومكشوفه من اخوكي عرفت انها هي. الدرجه دي وصل كبير رمرمه انه يعمل كده؟ ده أول ما جه النهاردة دخلها المطبخ قبل ما يجي يسلم علينا. عشان كده أنا شفتك أنت وهو طالعين من باب المطبخ. وطبعا مشوار الشغل اللي عنده النهاردة ده ميعاد معاها. أمال هو طلب منك إنك تروحيني ليه؟ لبنان ما عملتش حاجة فيا والله. ده أنا اللي عملت فيها. ايه يا شريف؟ انت مش هتنام ولا ايه؟ دلوقتي حالا انا بس بخلص في اخر سطر في المرافعه اللي انا بعملها وهحصلك على طول. طيب.
انت مش فاهمه انا ما كنتش طايق حياتي ازاي وانت زعلانه مني. وانا كمان انا ما كنتش بعرف حتى انام يا مصطفى. طب اساله ام حنان. مالها يا اختي ام حنان؟ مفيش، كنت يعني بقول له يسالك انا كنت عامله ازاي وانا في وسط المشكله. ما احنا لسه في وسط المشكله، ولا انت حلتها خلاص؟ ولا يعني المشكله كانت انكم زعلانين مع بعض ولا عندكم انتوا في البيت؟ يا خالتي انا مش عايزك تشوفيني مش راجل ولا انزل من نظر ايمان. يا حبيبي انت راجل وسيد الرجاله وفوق راسنا من فوق، والا ما كنتش هسيبك تدخل علينا في نصاص الليالي كده يا حمار. ما احنا جايبينك يا شيكو عشان نشوف حل المشكله دي. يمكن فاهم يعني هيرضيني انك تفضلي خارجه داخله معاه كده من غير ما نحط نقط على الحروف، ومن غير ما نعرف حكايتكم رايحه على فين. اللي حصل للحاج ده حصل له لان انا قعدت معاه وقلت له يا حاج انا بحب ايمان وعايز اخطبها، وده معناه ان انا عارف كويس قوي انا عايز ايه من موضوعنا ده يا ام حنان. والراجل طب من طوله وقلت له الحمد لله ربنا نفخ في صورته يا اخويا وصحته كل يوم في الطالع، في ايه تاني؟ ما هي المشكله ان مساله ان انا اتجوز عروسه مش مننا، دي مساله حياه او موت بالنسبه لي. مش منكم؟ مش منكم يعني ايه يا حبيبي؟ مش شبهكم يعني؟ ليه انتوا ايه؟ ليكوا ثلاث عينين وسبع صوابع؟ المشكله ان ده تفكيره هو مش تفكيري انا. الراجل حتى قبل موضوع ايمان ده ما يبتدي وهو عنده هس ده كان كل يوم والتاني اروح عليه جايب لي عروسه في البيت يا ام حنان. يا حلاوه. بيجيب له عرايس في البيت. والله العظيم. انا مستعد انزل اجيب مأذون دلوقتي حالا واجوزها يا ام حنان. لا يا اخويا قلبك ابيض. انا ممكن اقبل ابدا ان بنت من بناتي تتجوز بالطريقه دي؟ دي مش بنت شوارع، دي بنت ناس. العفو يا خالتي. انا ورد بنات شوارع. بص بقى من الاخر كده. مش هجوزك ابدا البنت دي الا لما اجيب كل البرابره بتوعك يجوا لحد عندي هنا ويطلبوا ايدها مني ويتقلوها بالذهب، مفهوم؟ مفهوم. هو ده بقى اللي مضايق قوي كده يعني؟ هو ده ما يضايقش؟ معلش مصحيه فيا انا. لا وامك بتهددني انها هتجيب واحده جديده، انت مصدق؟ اللي انا مش مصدقه ان انا مش هعرف اشوفك تاني غير لما ظروفك تسمح ان احنا نتقابل هنا. انا بقول ايه وانت بتتكلم في ايه يا عاصم؟ يا حبيبتي ماما ما كانتش تقصدي خالص لما حكيت لك على موضوع البنت الجديده. هي كده كده عندها خطه لتطوير المحل كله. وامبارح حكيت لي على موضوع البنت الجديده، يعني الموضوع ده حصل قبل ما الكلاش بتاعكم يحصل النهارده. عمر امك ما اتكلمت معايا بالطريقه دي من ساعه ما رحت اشتغلت معاها في المحل. ما انا بقول لك حاجات كتيره قوي فيها اتغيرت بعد سفريه بيروت دي. خلاص بقى روحت. انت بتعمل ايه انت كمان؟ في ايه يا رانيا وحشتيني؟ لو ما احترمتش نفسك يا عاصم ورحمه ابويا ما هخليك تشوف خلقتي تاني، لا هنا ولا في المحل. وانا ناقص؟ رجع لي زي القمر وزي العسل. عايزين اتهوس اكتر ما انا مهووس. الو ازيك انت؟ لا انا صح. شفت المسد بتاعك بس الشغل النهارده كان كتير قوي ويا دوبك لسه راجع البيت. الحمد لله. انت عامله ايه؟ ميعادنا بكرة؟ طبعا ان شاء الله على ميعادنا بكرة. ريم ماتت.
من أموت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. كويس انك انت جيت. ادم يا بابا حالته تصعب على الكافر. انا حتى لما كنتش اعرفه وشفته عامل كده كنت هقف جنبه. قولي هو فين؟ ساعة صلاة المغرب وهو في الجامع مش عايز يخرج. الله يكون في عونه. ياسمين وامك ام؟ ماما وياسمين ولا انا في عزاء الستات. طيب انا هروح له. طبعا هاجي معاك. لا لا خليك انت. ادم انت صليت ركعتين شكر لله. لو ما صليتش قوم صلي ركعتين شكر لله واحمده على رحمته. ده عمرها يا ادم. ما تحملش نفسك فوق طاقتها. حبيبي احنا مؤمنين بالله لازم نرضي بقضاء ربنا. امال مامي فين؟ دخلت تغير هدومها. انا زعلانه على ريم قوي. طبيعي ده انا اللي معرفهاش ما بطلتش عاد من ساعه ما عرفت اللي حصل. عاصم اللي بيقول لي ان حاله ادم صعبه قوي. ده انا خايفه عليه بشكل. انا فعلا خايفه لحسن يجرى له حاجه. ام ريم صعبانه عليا قوي. الله يكون في عونها يا رب. عاصم ما كلمكيش يطمنك على ادم؟ كلمني يا طنط. وبابي كمان كلمني وهو ماشي من العصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا حبيبي؟ ايه يا قلبي؟ يلا حبيبي غير هدومك بقالك 3 أيام ما اكلتش. مش قادر. طب لو مش خايف على نفسك خايف على مامتك اللي ما اكلتش ولا حطت حاجه في بقها من ساعه ما سمعت الخبر. ما كانش عايز يخرج من الجامع غير لما بابا دخل اتكلم معاه. من ساعتها قاعد بيعيط زي العيال الصغيره. حتى واحنا راجعين في الطريق قاعد جنبي في العربيه حنفيه الدموع دي ما وقفتش. سيبه يعيط مش احسن ما يكتم جواه؟ حبيبي ما اتكلمش من يوم ما البنت ماتت ولا كلمه. هو اصعب يوم بيبقى يوم العزا اللي في الجامع ده. ماما. نعم. انا هنام في اوضتك. طب يا عين ماما. مش هيجي له نوم طبعا. لا بابا ضل قرصه مهدئ. أبوك معاه مهدئ؟ ده ماشي بيه في جيبه. كلنا محتاجين نمشي بمهدئ اليومين دول. وانت ليه محتاجة مهدئ حبيبتي؟ أنا بتكلم على ظروف الحياة عموما يا عاصم. أنا هاخده في حضني لحد لما أنيم. طب مش عايز تاكلي حاجة؟ لا ماليش نفس. طبعا أمك مش هتقدر تسيبه هتفضل قاعدة معاه، مش هتروح بكرة المحل. يبقى حضرتك بكرة بقى تروحي المحل عندنا وأنا هروح بدل ماما. أكيد ماما هتنزل تروح المحل أنا مش هروح المدرسة. طب أحسن. الشغل عندي محتاج تركيز جامد قوي بعد اللخبطة اللي عملها سفر ماما ده. ولو إني اكتشفت إن ورايا رجالة.
ايه ده؟ مين؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ يعني ايه دخلت هنا ازاي؟ صاحب الاوضه مديني المفتاح. طب كويس بقى انك فكرتيني. بيديني المفتاح بقى عشان خلاص ما بقاش لي لازمه معاكي. هي دي صباح الخير بتاعتك؟ والله بقى صباح الخير بتاعتي مش المفروض تبقى هنا. المفروض تبقى هناك في المحل اللي احنا زمايل فيه. زمايل؟ زمايل. احنا ما ينفعش نبقى اي حاجه ثانيه خالص غير كده. انت شايف كده؟ شايف كده عشان انت اللي وصلتيني اني ما اشوفش غير كده. انا ما احبش ابقى شركه في مره واحده مع راجل تاني. ماشي يا شاب، انا هوريك المره دي هتعمل ايه. مفتاحك في الباب. تعالي يا سماح. انت مكسوفه يا بت ولا ايه؟ مش حال يعني ما كنتيش انت اللي قلتي لي نفسي اشوف قط ابراهيم وهو مش موجود. ما انا عايزه اعرفه اكتر يا صفاء. يعني انت سايباه هو وجاي تعرفيه من قطه؟ اتكلم معايا على قد ما اتكلم لما خرجنا مع بعض المره اللي فاتت، بس برضك روحت كده وانا مش عارفه مين الراجل اللي قدامي ده. قعد يتكلم معايا عن شغله وعن صاحبه المطعم اللي هو بيشتغل فيه وعن سيبتها ورقتها وحنيتها وجمالها وطعامه اكلها بس كده. ما هي دي مدام مريم بيعتبرها زي امه بالظبط. ما شفتهاش يا بت وقفت جنبنا قد ايه وموافقه ابونا. ما هو ابراهيم حكالي وحكالي كمان عن زمايله في الشغل، ام حنان ولا ام امام باين، وحكالي عن عيله المدام وحكالي عن زباين المطعم، بس كل ده برضه ما عرفتش اكون عنه اي انطباع. قلت يعني يمكن يعني لما اشوف قطه افهمه اكتر. خدي يا اختي اول انطباع ان البعيد معفن. أسامة، هو ايه موضوع ان انت بطلت تكلمني ده؟ ولو انا ما كلمتكش انت ما تكلمنيش، ولا هو ده عادي وانا اللي مقفوره عامله زي الحبيبه اللي انا اصلا طول عمري بتريق عليهم؟ شفتي ما كلمتش لما بلعت اللي في بق البنت زينب؟ قالت ان انتوا بتعلموها كده. برافو يا سيدي. طيب اولا انت ليه بتتريق على الحبيبه؟ دي هي الافوره بتاعت الحبيبه، دي هي اللي بتخلي الواحد فينا حاسس انه عايش. ثانيا هما لما قالوا لكم انه ما ينفعش تتكلموا والاكل في بقكم، مالكوش برضو انه ما ينفعش تقعدي تلغي كده وفي حبيب قدامك بيقول كلام رومانتيكي؟ انا بلغ. بلغ اهو، بتلغي اهو. بس ايش تعاد يعني، انا عذرك عشان انا عارف ان الواحد لما بيحب بتبقى نفسه مفتوحه. مش انت نفسك مفتوحه قوي؟ يبقى بتحب. جايز اهي. جايز دي بقى هي اللي بتقلقني وتخليني كل ما افكر اتصل بيك عشان اسمع صوتك او عشان بتوحشيني ارجع افكر 1000 مره، وخاف اتصل لحسن اكون كده بضغط عليك او تكوني مش متاكده من مشاعرك او يكون بيتهيألك انك بتحبيني عشان انا بحبك، مع ان انت في قرارات نفسك ما بتحبنيش عشان انا بحبك. ياسمين انت فاهمه اللخبطه اللي انا فيها؟ هي دي اللي مخليني قلقان وخايف. اسامه انا ما حكيت لك ان انا اتخطبت وفسخت وارتبطت وسبت كذا مره. انا بقولك الكلام ده عشان انا مش عايزه اخبي عليك اي حاجه، وعايزاك ان انت تعرف شخصيتي اكتر. انا مش بقول الكلام ده عشان اضايقك اطلاقا. يعني انت ياسمين متاكده انك بتحبيني؟ يعني انا كوني ان انا عايزاك تكلمني وان انا عايزه اقضي معاك اكتر وقت ممكن عشان ببسط وانا معاك، ومستعده ان انا اغير حاجات من نفسي من غير ما انت تقول، مجرد عشان انا حاسه ان هي ممكن تضايقك، وان انا بحكي لك كل حاجه عني وكل تفاصيل عني وبحكي لك كل حاجه عن عيلتي وعن اللي جابوني وما بعرفش لغه غير وانت قاعد جنبي. ده مش مبين لك اي حاجه؟ ايه مبين ايه؟ طب وحياه نبهتك واستهبالك مش هقولك. هي ايه دي؟ انا بحبك يا اسامه. انا عندي كفاءه دلوقتي بقى اكل خروف بحاله وفروته كمان. يا ساندرا مالك عصبيه ليه كده قوي النهارده؟ العصبيه دي من طريقتك يا مراد. طريقتي في ايه؟ في التعامل معايا. وانا عملت حاجه زعلتك؟ الاهتمام الاوفر ده بقى كتير قوي يا مراد. ما هو ده طبيعي يا 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 ساندرا، افهمي، طبيعي ان اي مخرج يهتم بالنجمه بتاعته. لو انا قدام الكاميرا، انما انا كل شويه الاقي واحد من بتاع البوفيه داخل لي يقول لي كوبايه العصير دي من استاذ مراد، ولا اللي بيقول لي استاذ مراد قال انا هاكل من اللي مدام هتاكل منه، واسمع بوداني العمال هما بينبطوا عليا بالكلام. طب قولي لي بالظبط مين اللي اتكلم وقال ايه بالظبط؟
اكيد كلهم بيتكلموا. انا لو مكانه مش شايفه اهتمامك ده عمال على بطال لازم اتكلم. ده انا ساعات ببقى انا اللي غلطانه ليه بتلبسها في اي حد. ايه مفكر الناس هبل ولا ما بيتكلموش على حد وما بيلسنوش؟ انا مستعد اخرس لسان اي حيوان يحاول ينبط عليكي بكلمه ولا يلسن عليكي. ما هو لو مفيش داعي للتلسين مش هيلسنوا، انما اللي انت بتعمله ده يخليهم يفضلوا يلسنوا. انه ما ينفعش كده يا مراد، لان انا متجوزه راجل بحترمه في غيابه اكتر من وجوده، وانت كمان لازم تحترمه. لو مش هتعرف تعمل ده قول لي بقى عشان اشوف مين فينا اللي هيسيب البرنامج. طيب اوكي، انا اسف يا مدام ساندرا، عن اذنك. حضرتك هتعملي ايه؟ ما السيجاره ولعه، هتولعي سيجاره تانيه؟ انت مال اهلك انت كمان؟ اطلعي بره. هعمل لك كوبايه ليمونات تروق دمك. صباح النور، لسه في البيت بفطر ونازله على طول. بالهنا والشفا، هنتقابل النهارده نتعشى مع بعض؟ لا مش هينفع، ماما اتخانقت معايا خناقه كبيره قوي على التاخير كل يوم والتاني، وقالت لي اني لو اتاخرت ربع ساعه بعد ميعاد المحل هتضربني تاني. تضربك تاني؟ انا تعبت قوي يا عاصم وزهقت، ما بقتش عارفه الاقيها من مين ولا من مين، من امي واهانتها ليا عمال على بطال، ولا من امك واسلوبها الجديد معايا. يا رب خدني وريح الناس مني وريحني بقى. ما تشر عليك يا حبيبتي، عشان خاطري لو سمحتي ما تقوليش كده. انا مش عارفه لولاك عليا انا كان زمان جرالي ايه، انا كان زماني انتحرت. رانيا مش هينفع ما اشوفكيش وانت بالحاله دي. انا اللي محتاجه اشوفك اكتر ما انت محتاج تشوفني يا حبيبي، محتاجه اترمي في حضنك وانسى همي ده كله بطبطبتك وكلامك اللي بيصبرني على المر اللي انا عايشه فيه. صدقيني يا رانيا انا محتاج لك اكتر منه. يلا زي ما قلت لك. انت بتكلمي مين؟ عاصم هبقى اكلمك بعدين، سلام دلوقتي. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، ده انت غلبتي كل الممثلين اللي بشوفهم في التلفزيون. تمنك مش كل يوم والتاني بتلقحي عليا بجوازه ابصر مين وما ادرك مين. انا بقى هجيب لك العريس اللي ما تستجراش بنت من بنات عيلتك العجر تحلم بيه كده حتى بس في منامها. يا اختي ان شاء الله. معلش بقى انا عارفه ان ماما صحتك بدري، بس ده الوقت الوحيد اللي احنا هينفع نشوف فيه بعض. تسلمي لي. شكرا. انت بتخلص شغلك كل يوم متاخر جدا، وانا مش هعرف كل اسبوع اظبط ميعاد اجازتي على اجازتك. انت عارف بقى ان هما بيتلككوا لنا في الفندق؟ طب انت عارف انهم فوروا يجي نص العمال اللي في الفندق تقريبا؟ اكيد طبعا. انت مش بتقولي الفندق مهوي خالص؟ لا بس احنا احسن من كده كتير، ده في فنادق تانيه جابت ضرافه على الاخر. يا بنتي ما السياحه مضروبه في كل حته. مش بقول لك الكباريه اللي شاب بيشتغل فيه بقى بيشتغلوا نص الاسبوع بس، والنص التاني اجازه اجباري من غير مرتب، ولو حد اشتكى بيقولوا لهم الباب فوت جامد. ده ستر ربنا ان المحل عندنا مش قايم على السياح. ولو ان مدام مريم الصراحه يعني عمرها ما كان هيهون عليها حد فينا، حتى لو كانت جت على نفسها. انت تعرف ان انت من كتر ما حكيت لي عنها بقيت حاسه ان انا اعرفها من زمان، خلتني احبها من قبل ما اشوفها. ما هو ما ينفعش ما تتحبش، اللي بتفكر في اللي يريحنا قبل احنا حتى ما نفكر فيه. طب انت عارفه ان هي اللي طلبت مننا ان احنا نجيب شاب يشتغل معانا في المحل اول، يعني ما حست ان ضغط الشغل بقى كتير علينا. بلاش، انت عارفه ان هي طالبه مننا ان احنا نجيب واحده تشتغل معانا يعني عشان ضغط الشغل ما يتعبش البنات. انا بالحق، ما تعرفيش واحده من صحابك اللي اتفاروا في الفندق او كانت معاكي في المعهد زمان يعني، بس تكون كفاءه وتشرف. هو انت عايزها خبره كام سنه؟ مش شرط الخبره خالص، اصلا كده كده مدام مريم بتطبخ احسن من احسن شيف. طب انا اعرف واحده اضمنها لك زي ما اضمن نفسي بالظبط. فكره يا ابراهيم. هي ايه دي الفكره يا ام حنان؟ مستحيل طبعا. مستحيل ليه يا ابراهيم؟ انت مش بتقول ان هي معاها دبلوم فندقه وشغاله في فندق خمس نجوم كمان؟ ايوه شغاله في الهاوس كيبنج مش في المطبخ، يعني ما عندهاش اي فكره عن شغل المطبخ. وانا يعني اللي كان عندي فكره ده انا ما كنتش بعرف اسلق بيضتين. وعلى ايدكم مدام مريم هي اللي علمتني كل حاجه. اه وخطيبتك بقى هيبقى حظها احسن من حظ البت ايمان، عشان ايمان ومدام مريم هم اللي هيعلموها الطبيخ. انت خلاص عملتيها خطيبتي يا ام حنان؟ اه ده انت تبقى رمه وجزمه قديمه بقى لو ما رحتش لاخوها وطلبت ايدها منه. انت قايل بعضمة لسانك انها بنت دغري وزي الفل وملهاش في المياعة ابدا،
وكفايه انها قابله على نفسها يا اخويا انها داخله وخارجه معاه. ما هي اللي بتبقى عاوزه، انا عمري ما طلبت منها. ما هو ده قاعد انك تقدر اللي تعمله عشانك يا حمار. صح، عشان صعب قوي على البنت ان هي اللي تبين للراجل ان هي بتحبه قبل ما هو يبين لها. حضري يا حاجه الصياديه والعصاير عليك النهارده، النهارده اجازه رانيا، مش عايزين نلوس. مش هنلوس خالص، اصل ابراهيم حلها خلاص. والله العظيم لو قلت لها ما اقولش حاجه تاني. اصل ابراهيم مصمم يعني يقول لك بنفسه. قول يا ابراهيم في ايه؟ قول. تبص في وش الملاك ده بصة واحدة تلاقي نفسك ناسي كل هموم الدنيا. تبص في وش الملاك ده بصة واحدة تلاقي نفسك ناسي كل هموم الدنيا. أكيد مش تقلع، مش تقلع قد ما أنا مش تقلع. أكيد لا، أنا كتير أشتاق لها. دي وحشاني يا رياض.